يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا مشرفنا ومنورنا في الاستوديو نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين، كان مميز جدا الحقيقه كلاعب دولي، وحتى بعد اعتزاله واتجاهه للتدريب كانت ليه بصمه مميزه جدا. هنعرف منه تفاصيل كتير عن مسيرته هو الشخصيه، واكيد طبعا بطبيعه الحال هنتكلم معاه عن بطولات النادي الاهلي والتتويج بدوري ابطال افريقيا معانا ومع كل حضراتكم. كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق، صباح الفل على حضرتك. صباح الفل كريم، الله يخليك. اهلا، صباح الفل. كابتن عادل طبعا منورنا، وانا عارفه ان حضرتك مش بتحب صحيان الصبح. لا عادي يعني. بس انك تجي لنا انا مبسوطه جدا حقيقي. طبعاً. وحضرتك طبعا يعني قامة كبيرة ومن تاريخ كمان النادي الأهلي، وزي ما بيتقال مش لاعب بس يعني في النادي الأهلي، لا لاعب دولي، وحضرتك فزت برضو ببطولة دوري أبطال أفريقيا تقريبا كانت 93. فيعني عايزين نرجع طبعا قبل ما نتكلم دلوقتي على هذه البطولة والجوائز بتاعتها كمان المادية وغيره وغيره حضرتك مجهزها لنا، بس عايزين نرجع بقى لنوستالجيا 93 الأول. اولا يمكن انا خدت اكتر من بطوله افريقيه يمكن، بس هي بطوله 93 عشان كنت انا جايب الهدف في المباراه النهائيه، فكان معلمه على مع الناس. لكن هي انت عارفه النادي الاهلي نادي بطولات دايما، حتى البطولات الافريقيه من سنه 80 يعني او 82 بدايه 82 بدانا ننتبه للبطوله الافريقيه. يمكن حصل لنا موقف اللي هو احنا خرجنا من البطولة، أو بمعنى الأصح كان في قرار من إدارة النادي إن إحنا ما ندخلش البطولة الأفريقية 4 سنين. دي كمان عطلت كمان أرقام تانية كنا ممكن نعملها، لكن الحمد لله يعني كأرقام مميزة للنادي الأهلي، والنادي الأهلي دائما نادي بطولات، والواحد بيبقى سعيد إن هو بيشارك مع النادي الأهلي في أي بطولة. وأي لعيب بيجي النادي الأهلي لو لعب سنة تلاقيه عنده بطولتين ثلاثة، لو لعب 3 4 سنين بتبص تلاقيه عنده أرقام مهولة. في لعيبة كبار جدا في مصر ما لعبوش في النادي الأهلي، دي حقيقة. أرقام يعني ممكن يكون لعبوا كتير أو سنين كتير ما خدوش البطولات اللي ممكن واحد يجي النادي الأهلي ممكن يقعد سنة أو سنتين يبقى عنده 6 7 بطولات يعني. صحيح. طيب يعني الاحوال والاوضاع الكرويه اختلفت الى اي درجه ما بين مرحله التسعينات وحاليا؟ الاحتراف اللي كان الاحتراف الوهمي في البدايه، وخليني بمعنى انطق عليه وهمي يعني، اللي هو انت اسمك محترف ولكن مش بتطبق الاحتراف بمعاييره الكامله. يعني انا بتكلم على اللوائح انك انت تبقى لعيب محترف، يعني الى الان لما تبقى انت لاعب محترف من سنه 90 يبقى لازم يبقى في دوري محترفين، انت مش دوري محترفين الى الان، ده رقم واحد. رقم اتنين، الى الان ما فيش شركه بتدير اي نادي، لانه دوري المحترفين بيعتمد الاعتماد الاولاني على انك تبقى شركه كوره يعني زي العالم كله. والى الان لسه اتحاد الكوره هو اللي بيدير الدوري العام، ما فيش حاجه اسمها كده خالص، ما فيش اتحاد بيدير دوري في العالم كله، اللي بيدير الدوري رابطه اللي هي رابطه الانديه اللي هي بتبقى هي اللي بتدير الدوريات، ما فيش حاجه اسمها اتحاد كوره. الحاجات دي كلها عقبال ما انت تتغير من انك تبقى محترف الى محترف حقيقي عاوز وقت كبير. ولكن الاختلاف هنا بقى في الماده، الماده يمكن كانت الاول قليله جدا. بدأنا بالاحتراف سنة 90 وكان الله يرحمه الكابتن محمود الجواري اللي نادى بيه في البداية، اشتغل كاحتراف ولكن ما كانش اتفعل بصورة جيدة أوي، لأن الاحتراف دخل وفلوس زي ما النادي الأهلي دلوقتي بيبص على المواضيع دي كلها. ولكن في آخر الأمر هو الأجيال كده والسنين بتعدي، وتلاقي الجيل ده يقول إن الجيل ده جيلنا اتظلم والجيل التاني يقول الجيل ليه صحيح كابتن عادل؟ كل جيل يقول لك الجيل اللي قبلي مش عارفه ايه والجيل اللي بعدي ده لسه، يعني ليه دايما كده؟ لا ما هو ليه مفيش جيل؟ لا بس طبعا مش بتكلم في الكوره، انا بتكلم ان جنرال. لا هي حتى ثقافة. احنا مظلومين يعني. هي لا هي ثقافه، انت تقول ان انتم مظلومين والجيل اللي قبلكم أيوة. يقول لا احنا اللي كنا مظلومين والجيل. هي الموضوع هو الموضوع باختصار هو الجيل عمل ايه؟ يعني هو الناس بتعمل ايه؟ وممكن تلاقي ناس يقول لك احنا كنا زمان بنشتغل ما فيش ماده، ويعني المقوله دي تتقال يعني كلنا بنلعب من غير الماده. دي لوحدها كابتن برضو ممكن تبقى فيها مدعاه للمظلوميه عند البعض، الناس اللي تنتمي للاجيال الاقدم. يعني لما تقعد حضرتك وتسمع او تقرا اخبار او تنمو الى علمك معلومات عن اجور لاعبين، عن ملايين في تعاقدات، وتعمل فلاش باك كده للزمن الجميل اللي ما كانش فيه الارقام دي خالص، فاكيد برضه اكيد بتحس ان في فرق.
تحب اديك مفاجاه. انا مش عايزين نسخن يعني. لا 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 لا، تحب اديك مفاجاه قويه جدا. ايه بقى؟ تخيل سنه 90 بدا الاحتراف كان بيجددوا للاعيب النادي الاهلي. مين هم؟ طاهر ابو زيد. بص الاسماء طبعا، انا مع احترامي يعني كباتن، بس انا هقولهم عشان السرعه. طاهر ابو زيد، ثابت البطل، محمود صالح، علاء ميهوب، بدر رجب، ربيع ياسين. انا بقول لك اسماء ولسه في كتير يعني. تخيل الاسماء: محمد رمضان، ايمن شوقي، علاء عبد الصادق. انا بكلمك على اسماء كل واحد كان بياخد في الثلاث سنين 20,000 جنيه. في الثلاث سنين وكلهم زي بعض. اوه تخيل. طيب طب هقول لك حاجه، هو ده ياكد وجهه النظر. 20,000 جنيه وقتها. لا 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 يعني، هل كان هو ده سؤالي، هل كانت تعادل مثلا 2 مليون ولا 200,000؟ لا تعادل دلوقتي مليون، مع مليون. المقابل ان في الزمن ده ربنا يزيد ثلاث اللاعبين. مواسم، خلي بالك. ثلاث مواسم، بكلمك في ثلاث مواسم. لا، الحاجه الثانيه المهمه، لو هم اللعيبه دي جم في الزمن ده علشان تدفع لهم فلوس، ما افتكرش ان انت ممكن تدفع لهم مش اقل من 2 مليار 3 مليار على ارقام، لا على ارقام اللعيبه الحاليه. فانا بقول لك يعني هي دي المفارقات يعني. ولكن في الاخر هو الدنيا كده يعني. المهم ان انت مش تاخد، المهم انت هتديني ايه عشان تاخد. هي الحياه انك انت ارقام، كل واحد عايش برقم. انت ممكن تكون لعيب كبير قوي وبتاخد رقم يناسب الاداء اللي انت بتاديه. يعني على سبيل المثال، مثلا انا كمدرب، مثلا انا عندي وليد سليمان. لما يجي وليد سليمان يجدد معايا، لو انا مدرب وايدي وانا اللي هجدد لوليد باي رقم هو عايزه، علشان احتياج اللاعب او اداء اللاعب، او بالمعنى الاصح اللاعب بيعمل لك ايه في الفرقه. صحيح. في لعيبه تانية ممكن يكون مبالغ جدا في ارقامها. انا مش بتكلم في النادي الاهلي، بتكلم في الكره. وحجم الفائده لا يتماشى مع الرقم. أيوة. مقارنه بالاداء يعني، حضرتك تقصد. وفي حاجه تانية مهمه قوي، في ارقام بتدفع في لاعبين انت مش محتاج ليها. على فكره ما بتكلمش عن النادي الاهلي، بكلمك على الاحتراف يعني. لدرجه ان في انديه بتاخد لعيبه لمجرد ان هي تحرمها من انديه اخرى. وما بيقديش معاك. او حكايه في الانديه. ايوه، وما بيقديش معاك. فالاحتراف هنا مش كلمه، الاحتراف مؤسسه. كره القدم بقت صناعه. بقت صناعه، ممكن تجيب لك ارقام. يعني على سبيل المثال، مثلا الناس فاهمه ان مباراه نهائي افريقيا دي مباراه عاديه. لا، هي مش مباراه عاديه خالص. انت لو عاوز تتكلم عليها في مكاسبها الماديه والنفسيه والمعنويه، هتبص تلاقي النادي الاهلي عمل ارقام فلكيه من الـ من الـ من الـ من المال مثلا. عاوز اقول لك يعني، انا خايفه نتحسد لو قلنا الجدول اللي حضرتك جايبه ده. والله لا، هو لا هو بصي لا هو هو لا ما احنا نقول ارقام ونبخر. لا، ما انا عاوز اقول لك حاجه كريم، ما احنا كمان بنصرف، ما انت الكره بتصرف يعني. ولكن احنا بنتكلم في ايه؟ ان الفرقه لما تيجي تكسب فلوس، يعني العالم كله كده يعني. انت دلوقتي محمد صلاح ده بقى رقم. عشان كده محمد صلاح لما بيمشي في اي مكان، محمد صلاح بيخلي باله منهم قوي، لانه اقتصاد ماشي النادي. صحيح. يعني دي حقيقه. فعلا. انت كنادي اهلي انت دلوقتي اقتصاد يعني. يعني عايز اقول لك انك اول حاجه لما تيجي تاخد البطوله وتاخد رقم، وبعدين تروح كاس العالم، يترتب على البطوله اشياء اخرى كتير قوي. دي واحد. اتنين، المهم بترفع السبونسر بتاعك لرقم برضه لما بتروح كاس العالم للانديه. ما هي دي كره القدم، هو ده الاحتراف اللي هي. ما احنا بنصرف كتير. ايوه طبعا، ده يعني ده دي جزئيه الصناعه. ما هي دي يعني انا عايز اقول لك حاجه كتير قوي. مثلا لما كانوا بيتكلموا على قطاعات الناشئين في مصر، في ناس بتاخدها كقطاع ناشئين يعني. عارفها كريم يقول لك ايه؟ يقول لك اهو موجود في النادي وخلاص، حاجه موجوده في النادي، يبقى في قطاع ناشئين موجود علشان الناس تقول ان النادي بيطلع لعيبه. مش لا، ده هو اقتصاد. انت بتتكلم في ممكن تصرف على النادي من القطاع. انا بتكلم على الانديه اللي على سبيل المثال، مثلا النادي الاسماعيلي. ما هو النادي الاسماعيلي طول عمره بيفرغ لاعبين كتيره قوي طبعا، وبيطلع لاعبين وبيبيع كويس وبيعمل رقم. كان بينافس طبعا في كل البطولات المحليه. النادي الاسماعيلي نادي كبير طبعا، ولكن كمان كان بيطلع لاعبين. النادي الاهلي ما بيطلع لاعبين. انت تخيل احنا مثلا على سبيل المثال عندنا لعيبه
احنا مربيينها في النادي الاهلي ومطلعينها من الناشئين للفريق. عندنا عماد متعب كتير يعني. عارفه احنا من اكتر الانديه اللي طلعنا لعيبه، ولكن علشان انت نادي بطولات فالناس يقول لك ليه ما بتلعبوش ناشئين، علشان الناس فاهمه انه البطوله لما لاعب ناشئ وممكن يحصل اي حاجه. النادي الاهلي لو كسب البطوله وبنلعب مباراه عاديه، يعني احنا كسبنا الدوري لو فاكرين عادي جدا وبنلعب مباريات تحصيل حاصل، قالوا ايه؟ ان النادي الاهلي لو تعادل بس النادي الاهلي هيتقطع، هيقطعوه ويقول لك النادي الاهلي احنا 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 سنه 94 خدنا ثلاث بطولات او اربع بطولات، خدنا الدوري وخدنا الكاس وخدنا كاس افريقيا وخدنا البطوله العربيه النادي الاهلي، وكان فاضل لنا احنا ناهيين الدوري قبليها بحوالي مثلا ثلاث اسابيع اربع اسابيع، فكنا بنلعب مباراه عاديه يعني، فكنا بنلعب جمهوريه شبين انا فاكر المباراه، اتعادلنا 2-2، احنا واخدين دوري واربع بطولات والموضوع محسوم خلاص. كتبوا في الجرايد تاني يوم شمس الاهلي غابت ايه ده احنا واخدين الدوري، واحنا كمان كنادي احنا كمان كفرقه ما عرفناش ولا فرحنا بالدوري ولا اي حاجه. دوري 94 برضو او مع الاسماعيلي مباراه فاصله والكابتن الله يرحمه الكابتن طارق سليم، احنا خلصنا الدوري كسبنا في اسكندريه مباراه فاصله مع الاسماعيلي، وكان رحمه الله عليه فاروق الفيشاوي اهلاوي جدا وكان دخل لنا الاوضه وفرحان جدا بينا وبيسلم علينا. كابتن طارق قال له لا، علشان احنا كنا كسبانين 4-0 والاسماعيلي رجع 4-3، فقال لك الدوري وحش. دي ثقافه النادي الاهلي، فده النادي الاهلي الحقيقي اللي هو طول عمره الاداء بتاعه لازم تبقى انت على القمه في كل وقت وفي اي وقت. وكان التنافس كمان فعلا بين الانديه اكبر يمكن زمان، يعني زي حضرتك بتذكرت دلوقتي برضو الاسماعيلي فعلا طلع كتير من لعيبه الاهلي بقى مؤخرا، يعني مثلا بركات، شريف عبد الفضيل، احمد حسن، كل دول كانوا اسماعيلي صح كده؟ انت كده تقلب الناس عليكي. ليه؟ بالعكس بالعكس. خلي بالك في حاجه مهمه، مش المهم الاسم اللاعب جاي منين، لا بتكلم ان كان حتى التنافس كان موجود قوي، لان لا ممكن يكون في غياب الى حد ما للتنافس ربما. لا لا انا عايز اقول لك ايه، ممكن تكون انت جاي اسمك مرتبط بنادي لكن مش جاي من نفس النادي. يعني انا يعني مش عايزين نخش في الموضوع ده لان أيوة الموضوع أيوة ده ما قلناش حاجه على فكره. لا لا الموضوع ده شائك قوي بالنسبه لنا، يعني ليه؟ لانه دائما الناس بتقول ان احنا بناخد اللعيبه ومش بناخد اللعيبه، ده احتراف العالم. ما هو ده اللي احنا بنقوله، هو محمد احتراف. صلاح محمد صلاح جاي منين؟ ومحمد صلاح متربي في ليفربول، وميسي احتمال يروح فين؟ ما هي قصه احتراف. كريستيانو كان فين وبقى فين؟ لكن هو الامر ايه؟ الامر انك انت ازاي تستثمر في كرة القدم في كل المجالات في ناديك، انت ازاي توصل بفرقتك انك انت توصل تبقى رقم كبير في العالم وليس في مصر. يعني بس هو مش الاستثمار ده في حد ذاته كابتن عادل، ولو انا غلطان ارجوك صح. اتفضل. الحكاية ابتدت برياضة كرة القدم وتحولت بالتدريج الى صناعة كرة القدم وتقريبا انتهت الى تجارة كرة القدم. دي حقيقة. ما اشوف عايز اقول لك حاجة، لو ارتضيت ان هي تبقى صناعه يبقى انت بتتكلم في ماده واقتصاد. تمام. الماده والاقتصاد علشان تبقى انت بتكسب يبقى لازم تأدي اداء كويس زي النادي الاهلي طبعا. يعني انا بص لك، انت تخيل ان انك انت لما تروح كاس العالم للانديه هتاخد رقم تاني، هتاخد رقم كبير، ده رقم واحد. دي الجوائز العينيه اللي هي الدولارات والحاجات دي اللي بتحصل، لكن انت اصلا كمان بتزيد السبونسر بتاعك، بيزيد اسم النادي، لو انت بتاخد رقم كذا ممكن تطلب كذا، انت فاهمني؟ طب. فهو ده المهم. ولكن ازاي انت بتستثمرها؟ ما هو في ناس بتهدر مال كتير قوي في انديه كتير، يعني في انديه جابت حوالي 150 لعيب في 10 سنين، ده حقيقه. لو حسبت ارقامهم تلاقي اكتر من مليار جنيه. المليار استفدت منه من اللاعبين، بعت منه بكام؟ علشان كده في اللعب المالي النظيف في اوروبا. ايه اللي بيحصل؟ ما تشتريش انت لما بتكسب، يعني ما ينفعش انت تشتري لي بمليار جنيه وما بتكسبش 200,000 جنيه او 100 مليون جنيه. انت لازم علشان اسمح لك انك تشتري
وانك انت لما تيجي تبيع مثلا لو اشتريت ب 500 لازم تبيعك تكون بايع ب 400 او 300 عشان الفروقات دي، وهتعمل ايه بعد كده وهتدفع ارقام ايه بعد كده. ما هو ده الاحتراف ودي كرة القدم. يعني برضو يعني الموضوع، الموضوع الفلوس لما بتدخل في حاجات يا اما تصلحها يا اما تفسدها في بعض الاحيان. دي حقيقه. ولكن على سبيل المثال اديك مثال بسيط قوي في النادي الاهلي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي طول الوقت مثلا عندك اكتر من لاعب زي مثلا ايفونا مثلا. لما جه واتباع ايفونا ما هو جه اتباع برقم كويس. انت لما جيت بعت لعيبه تانية كتيره بعتها، بعدين انت لما بتجيب لعيبه كويسه انت بتاخد بطولات، فلما بتاخد بطولات بتاخد ارقام كويسه. هو ده اللي انت بتصلح بيه. لكن في حاجه تانية انك انت لو مشيت في طريق غلط وجبت لاعبين بصوره غلط ودفعت ارقام عاليه قوي وما جبتش دخل اكيد هيبقى فيه. وخلي بالك العالم كله بيبقى عنده مدين، فالانديه كلها خسرانه. يعني لو انت عملت احصائيه في العالم كله حتى ريال مدريد حتى برشلونه في عندهم قدر من التهدير المالي، وهي دي كره القدم علشان الارقام بقت اللعيبه مبالغ فيها زي مصر هنا. ما انت عندك مبالغ. انا مستني حضرتك كابتن عادل تعالى بس ناخد المكالمه دي ونشوف مضمون الحوار هيتفق ولا هيختلف مع النقط اللي احنا بنتكلم فيها. احنا معانا على التليفون الاستاذ العمري فاروق وهو نائب رئيس النادي الاهلي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كده دايما كده يا رب في افراح. طبعا ترحب طبعا بالكابتن عادل عبد الرحمن كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي. اهلا سياده الوزير. ازيك؟ الحوار خدنا لحته بقى او لتفصيله الجزء التجاري في صناعه كره القدم في الفتره الاخيره. حضرتك لو بتابع معانا الحوار من اوله تقول لنا يا ترى رايك ايه في اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ لا هو ما بقاش رأي خلاص، هو بقى علم، بقى علم خلاص. الرياضة بقت صناعة وبقى استثمار وبقى اقتصاد، وبقت دول بتطلع من عثراتها المالية من خلال تنظيم بطولات عالمية، وعندنا عينات كتيرة بقى سياحة رياضية بقى استثمار. يعني البريمير ليج في انجلترا لو نشوف كم التدفق اللي بيحصل من ما بين الدول المحيطة علشان يحضروا ماتشات والحجوزات والسيزون تاكت والرعاية والبث الفضائي. لا بقت الأرقام والموضوع بقى مختلف تماما، بقى علم بقى دراسة وبقى إدارة وبقى استثمار. وعلى فكرة في مصر كمان عندنا الدنيا اتغيرت خالص. يعني لو احنا نبص على حجم الأندية اللي بدأت تستثمر كقطاع خاص هنلاقي بدأت شخصيات كمان مرموقة في المجتمع المصري ومرموقة في المجتمع الاقتصادي والاستثماري بدأت تخش الملف الرياضي، لأنها شايفة أن الملف الرياضي بطبيعته ملف بقى مربح وبقى مختلف وبقى بيتكلم على صناعه رياضيه كامله. يعني فيما يتعلق بالنادي الاهلي كل النقاط اللي تم يعني مناقشتها دلوقتي بتؤخذ في الاعتبار بطبيعه الحال في حال التعاقد مع لاعب جديد او في حال الاستغناء عن لاعب كان موجود ضمن صفوف الفريق، مش كده برضو؟ لا بص حضرتك، النادي الاهلي ليه تخطيطاته اللي موجوده على الارض اللي بتقول انه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله ان احيانا المولى هيتحرك بالملفات في اطر ثانيه خالص، ويبقى واحد من الانديه اللي يعني الكبيره جدا اللي موجوده في منطقه الشرق الاوسط اللي بتشتغل بحرفيه كامله خلال الفتره الجايه. انت رايح الفتره الجايه بتطرح شركه الكوره للنادي الاهلي، بتطرح شركه استاد النادي الاهلي، بتطرح شركه سياحيه تخدم النادي الاهلي وتخدم اعضائه. النادي الاهلي بقى ملف مختلف. النادي الاهلي نموذج على فكره مش موجود على مستوى العالم. ده حقيقي، مش بنقول ده عشان احنا اهلاويه او علشان انا نائب رئيس النادي الاهلي، لا، لانه هات انديه بره عندها عدد الافرع بتاعه النادي الاهلي، هات انديه بره عندها الجزء الخدمه المجتمعيه بتاعه النادي الاهلي او الخدمه خاصه بالاعضاء، هات انديه بره فيها عدد الاعضاء اللي موجوده في النادي الاهلي. النموذج المصري مختلف تماما عن النموذج العالمي. انت دلوقتي كمان بقيت عايز تجمع ما بين الطرفين، ما بين ان النادي الاهلي يبقى عنده شركات وعنده رؤيته وعنده مؤسسات وعنده الكلام ده كله، بجانب يعني لما ترجع بالذاكره كده لو نتذكر سنه 2001 2002 في وقت ما كانش في حد بيسمع عن حاجه في مصر اسمها استثمار رياضي. النادي الاهلي انشا اول اداره استثمار لما كان ماسكها المهندس عدلي القيعي، وفي الوقت دوت النادي الاهلي ناس هجمته وقال لك ده نوع من انواع اهدار المال العام، انما اتضح ان النادي الاهلي هو اللي شايف وهو اللي باصص وهو اللي عنده الرؤيه والفيجن للمستقبل.
وهكذا لما طرح قناه النادي الاهلي ولما طرح محلات الاهلي ستور ولما طرح الموقع النادي الاهلي ولما طرح خطوط الدي اس ال ايام زمان اول ما طلعت ما كانش في بقى الفايبر اوبتكس والحاجات دي كلها كان في الدي اس ال وكنا طارحين لو تتذكروا 0 7 0 5 7 6 1 كان ده خط الدي اس ال اللي بيخش البيوت كلها واللي بيتحرك فالنادي الاهلي عنده فيجن محطوط على الـ 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 على الارض كبير جدا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله والرؤيه دي يا فندم ساعدت على ان النادي يتدارك الازمه الاقتصاديه اللي طبعا العالم كله الحقيقه كان بيعاني منها بفعل جائحه كورونا بص اكيد النادي الاهلي اتاثر ما ينفعش النادي الاهلي ما يتاثرش النادي الاهلي وحده من وحدات مجتمع عالمي فهو اوريدي لازم كان هيحصل عنده تاثير انما في فرق بقى ما بين ان التاثير ده ان انت تعرف تخرج منه او تعرف تجدوله او تعرف تتحرك عليه عشان يبقى عندك فيجن مستقبلي كبير جدا هو ده اللي انت عملته يعني انت في التوقيت ده اللي الناس كانت بتقلل مرتبات انت التزمت بكل مرتباتك التوقيت ده اللي كانت المفروض فيه عقود لاعبينك انت التزمت بكل عقود لاعبينك انت ما خرجتش بره الاطار انك تيجي على اي حد جوه منظومه النادي الاهلي وتيجي تقول له نتيجه الظروف انا هقلل ولا اثر على تطورات الانشاءات اللي احنا تقريبا في كل حلقه من حلقات البرنامج خالص. بنتكلم عنها خالص. خالص صحيح. انما طبعا اكيد عندك بعض الـ 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 الخسائر ممكن تبقى شويه في الميزانيه ده امر طبيعي لانك كان عندك عدد من اللعيبه اللي انت نتيجه الفتره بتاعه الكورونا المواسم دخلت في بعضها في لعيبه ما عرفتش تتحرك معاها انك تبيعها بالشكل المناسب ده امر طبيعي صحيح. نتيجه العصر اللي حصلت في الوضع نفسه انما كرؤيه وفيجن على الارض لا النادي الاهلي خلال الفتره الجايه طرح ملفات كتيره جدا بيقوم بدراسه مجلس اداره الحقيقه بيقوم بدراسه ملفات كتيره جدا خلال الفتره الجايه هتطرح للاعلام ان شاء الله باذن الله رب العالمين هتبقى حاجه مميزه جدا بخلاف كمان الثلاث شركات اللي المفروض هيطرحوا يعني في حاجات كتيره جدا بتعد داخل ادراج النادي الاهلي للفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. طيب سياده النائب انا الاول صباح الخير على حضرتك طبعا. صباح النور اهلا بيك وانا بما بقى حضرتك فتحت فكره هنا او موضوع الملفات اللي لسه مطروحه انا وكريم النهارده معانا فقره تحديدا عن كره القدم النسائيه ودي حاجه برضو احنا حابين ان هي جدا تدخل النادي الاهلي طبعا وهي بقى لها فتره فعلا بتدرس فخلينا برضو نعرف من حضرتك تفاصيل. هي مش مسألة كده، النادي الأهلي تملي لما بيدرس حاجة بيدرس حاجة وعينه على إنه دايماً يبقى صاحب المرتبة الأولى، ما ينفعش النادي الأهلي يبقى صاحب المرتبة الثانية، وبالتالي النادي الأهلي لو هيتحرك في أي ملف بيتحرك فيه هو درس كويس قوي وإزاي عنده عدد سنوات لو بيتحرك في ملف جديد في مجال جديد إنه إزاي يبقى نمرة واحد. لحد الوقت الحالي طبعاً عندنا تصور موجود على الأرض طبعاً الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس قطاع الكوره او رئيس لجنه الكوره اللي المفروض لو هو شايف هو ما قدمش الحقيقه لو هو شايف ان الفتره الجايه احنا محتاجين ندخل في الكوره النسائيه هيتقدم ده اكيد لمجلس اداره النادي الاهلي انما لحد الوقت الحالي احنا مش متحركين الحقيقه على الملف ده عندنا عدد العاب كبيره جدا احنا عندنا كمان هدف هو النادي الاهلي ان احنا يبقى في عندنا ابطال اولمبيين وبالتالي احنا شغالين على ده وبنطور ده وبنعمل لهم برامج اعداد يمكن ماهر الشريف اللي طلعت في التنس دي من النادي الاهلي في حاجات كتير جدا موجوده في الكاراتيه في النادي الاهلي في العاب القوه في ناس من النادي الاهلي البنوته بتاعتنا بتاعت الخاصه بتنس الطاوله من النادي الاهلي كل الكلام ده من النادي الاهلي فانت النهارده شغاله كمان على ان انت يبقى ليكي دور في الدوله خلال الفتره الجايه ان ازاي تطلعي ابطال اولمبيين لان في النهايه الميداليه الاولمبيه دي حاجه قيمتها كبيره جدا طبعا. جدا يعني لسه الموضوع لسه يعني في وضع نقدر نقول لسه الديسكشن او يعني لسه النادي لسه بيقرر اذا كان هيعمل هذا الفرع ولا لا تمام كده؟ لا هو لم يطرح لسه لسه لم يطرح مجرد فكره يعني خاصه بالموضوع ده انما ما فيش حاجه مش تحت الدراسه تمام ده امر طبيعي مفيش حاجه مش تحت الدراسه طيب في طيب انا عايزه بس اروح مع حضرتك كمان ل في كتير من البروتوكولات النادي الاهلي برضو عاملها مع زي على سبيل المثال مع اليونيسف ودي حاجه خاصه بالطفل يمكن في مبادرات كتيره جدا اتعملت برضو خاصه بملف الطفل فعايزين نعرف من حضرتك برضو النقطه دي اعتقد برضو مهمه جدا ما انا زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي عنده ملفات كتيره جدا بيشتغل عليها لان نموذج النادي الاهلي مختلف عن النماذج الرياضيه الاخرى. يعني ايه النماذج الرياضيه؟ يعني بره في اوروبا
كل الأندية عبارة عن شركات مساهمة فقط لا غير. النادي الأهلي نادي رياضي مجتمعي، النادي الأهلي نادي رياضي عنده عدد أفرع. يعني ريال مدريد لما جولنا في الاحتفالية المئوية وجم زاروا النادي الأهلي استغربوا إنه هذا الكم من المساحات وهذا الكم من الأعضاء وهذا الكم من الإنشاءات وهذا الكم، النموذج ده مش موجود في أوروبا، ده حقيقي على الأرض، ده مش موجود في أوروبا. بره بيلعبوا النادي عبارة عن لعبتين ثلاث ألعاب، هتلاقي ريال مدريد مثلا كورة ومثلا وطايرة وباسكت، هتلاقي مش عارف إيه ده هاندبول وكذا. إنما النادي الأهلي لا، النادي الأهلي بيدير حوالي 24 لعبة ولاد وبنات وأعمار سنية وفئات متنوعة من الألعاب، باسكت، طايرة، هاندبول، سباحة، غطس، باليه مائي، كرة قدم، كاراتيه، ألعاب قوة بكل تفاصيلها، جمباز، تنس طاولة، تنس أرضي، مجموعات كبيرة جدا جدا جدا. وخدي بالك النادي الأهلي بطبيعته عنده دور مختلف، عنده دور مجتمعي. يعني لما بنقرر نفتح مثلا في منطقة الشيخ زايد بتنعكس على مصلحة الدولة بإيجابية شديدة جدا. مجرد أن النادي الأهلي يعلن يلاقي سعر متر الأرض اللي جنب النادي الأهلي راح في حتة تانية خالص، وبالتالي اقتصاديات الملف نفسه بوجود النادي الأهلي في المجتمع المصري في مجال معين بيغير له المسار. الأهلي النهاردة بيفكر يطلع في المحافظات ويطلع في دول أفريقيا، كل ده جاي، كل ده جاي ان شاء الله. سياده النائب احنا بنتمنى كل النجاح اكيد للنادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي. شكرا لحضرتك سياده النائب العام. شكرا جزيلا. الموضوع بقى اتصعد جامد، والتفصيل اللي كنا بنتكلم فيها فكره الجزء التجاري او الشق التجاري في المنظومه الرياضيه، يعني الحقيقه الموضوع اتصعد جامد في الاطار ده. خد بالك الاستاذ العمري، الوزير العمري فاروق، لما جه يتكلم على الانديه في اوروبا، ما عادتهم غير عادتنا. يعني ما فيش حاجة اسمها عضو في نادي ريال مدريد، يعني ده فرقة فيها ثلاث ألعاب أو أربع ألعاب، ولكن ده اقتصاد قوي جدا. يعني هم مركزين في دي، لكن انت علشان عندك دور زي ما الأستاذ عمرو اتكلم على دورك في المجتمع المصري، انك انت انك تعمل ألعاب كثيرة وتعمل للاعضاء وتعمل خدمات للاعضاء، ده حاجه غير الكوره خالص. يعني علشان كده انت لما تيجي تعمل عاوز تجيب فلوس لاي نادي، انت هتجيبها منين؟ من اللعبه الشعبيه الاولى، او انت تجمد الالعاب الاخرى علشان تدي دخل، ما تبقاش تصرف بس. فهي قضيه كبيره جدا، وقضيه المفترض ان الناس تبقى تاخد بالها منها، يعني في الانديه كلها. لانك انت لو ما وقفتش العصر وانك ما بحثتش عن دخل، يعني لك ان تتخيل في انديه شعبيه جماهيريه انتهت في مصر. يعني انت بتتكلم على المحله مثلا، هي رجعت الدوري ودي حاجه كويسه قوي، لكن المحله دي طول عمرها نادي رقم كبير ونادي ورقم صعب في مصر في كرة القدم. المفترض انه ما كانش يغيب عن الدوري دقيقة، مش سنين. نادي المنصورة انت بتتكلم، جماهير الكروم الترسانة، انت فكل الناس دي لو ما انتبهتش ان هي تحسن، يعني عايز اقول لك دخلها بالمعنى الاصح، وان هي تبقى عندها اقتصاد ليها خاص، وان هي تعرف تجيب فلوس، هتبعد وهتدخل شركات. واديك شفت المستثمرين فعلا دخلوا. تجربه بيراميدز دي تجربه هايله جدا في مصر. خلي بالك الناس ممكن يكون في شد وحاجات كده، لكن التجربه نفسها ناجحه جدا فوق ما تتخيل، بدليل انه نادي عندك في من أربعة لستة أو سبعة لعيبه في المنتخب القومي، يعني افاد الكره المصريه. وعمل جايين من منين؟ ايوه هو احتراف، ما احنا بنتكلم على احتراف، يعني ولكن ايوه مش نشأ وبعدين يعني كبروا مثلا في فريق اول. لا بص انا عاوز اقول لك حاجه، ما هو انت في انديه لو خدت تاريخها تلاقيها انشات مثلا سنه 72، وفي انديه انشات سنه 86، وفي انديه انشات سنه 98، وفي 2007، وانديه بتاخد بطولات دلوقتي. لكن هو الامر اللي انا بتكلم الافاده، انك كل ما تكتر الانديه، يعني دلوقتي اف سي مصر اتخذت طب دي حاجه تبقى كويسه مع بيراميدز، هيدخل خمس ست انديه. يعني انا كنت اتمنى ان حد يستثمر مثلا في المحله،
في المنصوره، في الكروم، في الترسانه، في الانديه الكبيره دي بالزبط. اللي تقدر تجيب رقم اولا هيجيبوا لي هيعملوا لك في الرياضه او في كره القدم. انا بتكلم على كره القدم، احنا لو اتكلمنا على الدوري اللي قبل ده كان بيراميدز رقم كويس فيه وعامل اداء كويس، ولو اتكلمنا بلعب فاينل افريقيا يعني حاجه كويسه وتجربه حلوه. ويمكن ملابسات انتقال اللاعبين الى هذا الفريق بصفه خاصه يعني هي اللي خطفت الانظار وبعدت الانتباه عن الفكره في حد ذاتها، فكره ان يبقى في منظومه رياضيه ليها الحسابات اللي حضرتك بتتكلم عليها. انا هستاذن حضرتك بس احنا لازم نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في النقطه دي وفي غيرها من النقاط. فاصل ثم عوده ال 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه وحديثنا مستمر مع كابتن عادل. وبس اسمحوا لنا دلوقتي، اسمح لنا كابتن عادل سريعا هنروح دلوقتي معانا زميلنا العزيز مينا ماهر، هو معاه عم حارس الجميل دلوقتي في النادي وعامل اللقاء ده. خلينا كده نروح نستمع لهذا اللقاء. مينا صباح الخير كده، وسلم لنا في البدايه على عم حارس. صباح الخير. بجد تحياتي ليك يا كريم وليك يا نهاوند، يعني معايا قامه ورمز وتاريخ في النادي الاهلي هنا معايا عم حارس. عم حارس في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني وعايز اعرف مبارك لك طبعا في البدايه على البطوله، وعايز اعرف منك الكواليس والاجواء. يمكن شايفينك يعني كنت بتتنطط في الملعب ومبسوط، عايز اعرف منك الكواليس وازاي فرحت مع اللعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اول حاجه قناه الاهلي طبعا اللي هي استضافتني دلوقتي، واقول لكم اللي انا كنت سعيد طبعا بالبطوله التاسعه لبطوله افريقيا، وكنت يعني وانا بعد المباراه واحنا ماشيين على الطريق كوبري اكتوبر فوق الفرحه من ساعيه جمهور نادي الاهلي. جمهور الاهلي طبعا يعتبر بنقول 70 مليون اللي هم بيشجعوا الاهلي، واحنا ماشيين في نفس الطريق، احنا جايين من استاد القاهره لحد النادي الاهلي في الجزيره في خلال 3 ساعات. يمكن يا عم حارس عايزين نعرف منك بعد ما روحت ازاي احتفلت مع الاسره، ازاي احتفلت مع الناس والجيران، كلمني اكتر عن يومك والكواليس في اليوم ده. طبعا الكواليس في اليوم دوت اللي انا روحت في المنطقه مروح وفرحان، ولقيت الشارع كله الكوتش حارس جه بيقولوا كل اللي قابلني مبروك ببطوله افريقيا البطوله التاسعه يا عم حارس. طب عايز اعرف منك يا عم حارس في البطولات اللي زي دي والنهائيات اللي زي دي بتسعد مع اللعيبه ازاي، بتتكلم مع اللعيبه ازاي، يعني انا عارف انك بتوفر كل سبل الراحه للاعبين ان هم ينزلوا ويركزوا ويادوا اداء قوي جدا، كلمني اكتر ازاي اليوم ده يعني رتبت له وجهزت له. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول احنا قبلها بخلال اسبوع بعد مباراه الكاس مصر بتاعتنا قفلنا الباب على نفسنا وبينا مركزين في مباراه الزمالك، بس احنا رايحين بنعمل الراحه لجميع اللاعبين ان ما بفكرش ويركز في ايه هذا المباراه، بس يعني ما بين من جميع الادوات بنحضرها له والخدمات بنعملها له علشان اللي هو يركز في المباراه عشان يعمل مباراه كويسه. وجميع لعيبه نادي الاهلي بشكرها طبعا على البطوله التاسعه اللي هي كانت غايبه عننا بقالها 7 سنين اللي هم دخلوها نادي الاهلي وهم بيهدوها رقم واحد لجمهور نادي الاهلي. طيب طبعا احنا عارفين ان كوتش موسيماني قفل صفحه بطوله افريقيا وخلاص بنركز عندنا في خلال 5 6 ايام بطوله محليه اخرى، كلمني ازاي بنستعد، ازاي قفلنا خلاص بنبدا بطوله جديده ومشوار جديد ولقب جديد للنادي الاهلي. طبعا بعد مباراه الزمالك طبعا احنا فرحنا 24 ساعه، بعد ال 24 ساعه طبعا قفلنا الباب على نفسنا تاني لان في بطوله جديده اللي هي بطوله اسمها بطوله كاس مصر. طبعا بنستعد لها استعداد جامد لان عندنا مباراه بكره مع الاتحاد الاسكندري في السويس، وان شاء الله نكسب الاتحاد وهنركز اكتر في مباراه النهائي بيننا وبين طلائع الجيش او بيننا وبين نادي الزمالك. طب يمكن انا عم حارس كان ليا لقاء معاك قبل مباراه الزمالك وقلت لك تقول لجماهير النادي الاهلي، قلت لي ان شاء الله هنفرح جماهير النادي الاهلي وان شاء الله النجمه التاسعه هتكون هنا في النادي الاهلي، تقول ايه لجماهير النادي الاهلي قبل مباراه نصف نهائي كاس مصر؟ اقول لجمهور الاهلي برضو استمروا وخليكم ورانا برضو وان شاء الله اللي احنا هنفرحكم ونجيب لكم البطوله التاسعه. ده كان لقائي مع وش السعد عم حارس، يمكن تاريخه قامه كبيره من قامات النادي الاهلي، يمكن انا بتفائل بيه، اتكلمت معاه قبل ماتش الزمالك قلت له عم حارس تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ قال لي اوعدهم بالبطوله ان شاء الله، اللعيبه رجاله ومركزين. دلوقتي عم حارس على الهوا بيوعدنا ببطوله كاس مصر ان شاء الله. لو في اي اسئله او استفسارات لعم حارس انا معاكم في الاستوديو. لا احنا بنشكرك جدا يا مينا على اللقاء الجميل ده، وعم حارس فعلا رمز جميل وتاريخ اكيد حضرتك يعني مدرب بتكلم كلام مدربين والله راجل يعني جميل حارس. يعني انا طلعت انا كنت صغير
في النادي الاهلي وكنت في الناشئين، كان حارس مع الفريق الاول، بعدين طلعنا عليه وهو كان متواجد وحارس من الناس اللي بيعشقوا النادي دي حقيقه. صحيح. بعدين كمان ليه دور كبير، خلي بالك. طبعا. المنظومه طبعًا. المنظومه بتبدا من الملعب حتى بره الملعب، يعني النفسي هو ليه دور فيه. طبعا. لا وخلي بالك احيانا كتير قوي كنا بنتكسف منهم الناس دي، يعني حارس وسيد والله يرحمه حنفي وسالم، الناس اللي هي كانت موجوده احيانا كنا بنلعب عشانهم، دي حقيقه. تخيل انت لما بيجي واحد يقول لك جيت علينا فتره، يجي يعني يقول لك ايه العبوا بقى، عاوزين ناخد مكافاه شهر ولا شهرين، احنا العبوا لنا بقى خلصوا وكسبونا البطوله دي علشان احنا محتاجينها. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما بيعكسوا نبض الشارع لينا، يعني مثلا يجي يدخل علينا لو مبسوط مننا ومبسوطين بيعملونا كويس قوي، لو مش مبسوط منك في المباريات بص تلاقي يعني المعامله ايه، اتفضل. والحقيقه من اكثر الشخصيات الاهلاويه واكثر يعني اكثرهم شعبيه وجماهيريه. في ناس كتير. طبعا خلي بالك في ناس كتير، علشان مش حارس بس، مش عم حارس بس. لا في سيد، في ناس اقدم كمان من عم حارس. يعني الله يرحمه حنفي، لا وفي سيد وفي مكي وفي ناس كتير قوي بيساعدوا الفرقه، ويمكن هم اصدقاء للعيبه اكتر من مسؤولين كتير. صحيح. طيب عشان الوقت ما يسرقناش كابتن عادل، عايزين بقى نعرف من حضرتك كده رؤيتك لحصولنا على النجمه التاسعه، مشوار دوري ابطال افريقيا، وكيف حصلنا على هذا اللقب وعلى هذا الكاس الغالي. خد بالك يا كريم، الموضوع كان فيه صعوبه كبيره قوي، ولكن انا عايز اقول لك اداء جيد قوي من لجنه الكره وكابتن محمود الخطيب. هقول لك ليه. ناس طبعا يقول لك علشان في قناه الاهلي فهتقولوا كده، لا انا هقول لك حقائق. يعني تخيل انت موضوع فايلر كان عندك مشكله كبيره جدا في الفتره اللي هو ما بعد كورونا، لما رجع كان مش مركز خالص، دي حقيقه، وكان طول الوقت هو عاوز يمشي. اداء لجنه الكوره او لجنه التخطيط مع كابتن الخطيب، هما بيديروا الملف ده ضروب احترافيه عاليه قوي قوي قوي. ازاي؟ انك انت تيجي تغير مدرب، او المدرب عاوز يمشي، او انت تشيل المدرب، بغض النظر ايه اللي حصل، ولكن ما تخليش اوضه اللبس عندك يوم واحد بدون مدرب. ده في حد ذاته في كره القدم تركيز كبير قوي. ليه؟ انت لو جيت طول الوقت المدرب ماشي، المدرب قاعد، اللعيبه مش مركزه. طبعًا. احنا كلاعبين كنا بنبقى مش مركزين، او انا كمدرب مثلا لما باجي امسك من بعد المدرب بيبقى عندي مشكله ان هم يتكلموا كتير قوي في ان مين اللي جاي ومين اللي رايح، ده قاعد ده جاي ده جاي. ما خلوش اللعيبه تركز ولا يوم واحد خارج الاطار ده. خلصوا مباراه مع فايلر يوم الجمعه حاجه كده او يوم الخميس، يوم الجمعه خدوا اجازه، السبت نزل المدرب موسيماني. فدي حاجه قويه جدا عملوها، دي ادت للاستقرار. دي واحد. اتنين، الناحيه النفسيه، الفكره بتاعت موسيماني فكره جيده جدا. يعني موسيماني ما كانش حد ابعد من خياله انك تجيب مدرب من جنوب افريقيا، دي حقيقه ما حصلتش. يعني ممكن تجيب شمال افريقيا شويه، تجيب مدرب، وحصلت في مصر جابوا مدرب او اتنين من شمال افريقيا، ولكن انت بتتكلم في النادي الاهلي، ففكر التفكير خارج الصندوق. عشان كده النادي الاهلي هو سباق في كل حاجه. فلما فكروا في موسيماني فكروا في فكره فنيه اكتر من انها نفسيه كمان. انك انت ازاي انك تجيب مدرب من جنوب افريقيا يمسك النادي الاهلي، النادي الكبير ده انت جايبه علشان يلعب بطوله افريقيا، عنده خبرات فيها، هيركب بسرعه في الـ في الـ في المباريات دي، لانك انت كنت حاسم، يكاد تكون حاسم دوري خلاص او حسمت دوري، ولكن انت كنت بتتكلم على بطوله افريقيا. فهنا انا بشكرهم جدا كاداره الكوره عندنا ان هم اهلوا الفرقه من الناحيه النفسيه ان ما يكونش عندهم مشكله. الحاجه الثانيه المهمه، اللعيبه عملوا اداء مميز جدا في مباراه الوداد. فلما يجي الناس يتكلم على الاداء في الفاينل، الفاينل ما فيهوش اداء. الفاينل دايما للتاريخ، بيحسبوا تاريخ. يعني احنا
طول عمرنا واحنا ماشيين في الشارع لما بيجي حد يكلمنا على فاينل لعبناه ما بيقولناش بيقول لنا انتوا خدتوا البطوله سنه كذا، ما بيقولوش انتوا ادائكم كان عامل ايه. صحيح. لانه هو الفاينل كده في العالم كله، انت بتتكلم في كاس عالم خلص مع الارجنتين والمانيا سنه 90 ببنالتي وكان مباراه فنيا ضعيفه للغايه، ولكن احنا إيه انت قدرت تتغلب على الظروف دي كلها ومع الكورونا ورجعت المباراة النهائية بالفكر بتاع النادي الأهلي اللي هو انك انت تكون متحفز كويس في الفاينل وتقدر تكسب، وادي كسبت الحمد لله ودي حاجة مبروك كبيرة. مبروك الكاسة يا كابتن عادل. الله يبارك ان شاء الله العشرة يا أهلي بإذن الرحمن. ان شاء الله افتكر ان 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 احنا محتاجين العشرة، ولاني كل شوية احنا بناخد الاولاني يقول لك احنا محتاجين التانية. ده يومها بالليل قبل ما ننام قبل ما الناس تنام بعد ما كسبنا. أيوة. قال لك العشرة يا موسيماني. ما خلاص بقى خلصت، احنا داخلين في العشرة دلوقتي. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، احنا للاسف يعني الوقت المتاح لينا في الفقرة دي انتهى، فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا. شكرا لك وانا كنت سعيد ان انا كنت واحنا معك. كمان بجد هنروح فاصل وهنرجع بعد كده بحضراتكم وفقرة بقى كرة القدم النسائية.